السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. تعالوا نكمل كتاب فاتتني صلاة من صفحة 49، موضوع بعنوان الصفة المعجزة. إيه الصفة المعجزة دي؟ في دراسة اتعملت على أكتر الأشخاص الناجحين في معظم جوانب حياتهم واللي سابوا بصمة في العالم، لقوا في صفة مشتركة بينهم. الصفة دي ما كانتش الذكاء ولا العبقرية ولا التعليم المميز ولا برضو النفوذ أو السلطة أو حتى ثروة كانت مستنياهم وساعدتهم على النجاح، بل بالعكس ما كانش في حد فيهم في الصفة دي. في منهم كان ذكاؤه متوسط أو حتى أقل من كده، ومنهم ما كملش أصلا تعليمه، منهم كمان اللي كان مشرد، ومنهم بقى اللي ما كانش يلاقي ياكل. لكن الصفة المشتركة دي فتحت البيبان قدامهم وخلتهم يحققوا نجاحات مبهرة ويتسببوا في إعمار حقيقي للأرض اللي هم عايشين عليها. طبعا اللي بيحافظوا على الصلاة برضو فيهم الصفة دي. واللي عايز أقوله من الآخر، مش هتستفيد حاجة من الكتاب ده إلا لو عرفت الصفة دي. بما إنك بقى اتخنقت مني وعايز تعرفها، حاضر يا سيدي. سيلف ديسيبلين أو ضبط النفس. ضبط النفس ده هو الصفة المعجزة والأساسية في كل جوانب الحياة، وطبعا برضو بالنسبة للصلاة. ممكن تكون كنت فاكر هقولك حل سحري أو طريق مختصر مشي عليه الناجحين دول أو اللي بيحافظوا على الصلاة. أحب أقولك مفيش طريق مختصر للأسف. الموضوع كله ضبط النفس، من غيره مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تتجوز، مش هتعرف تنجح في الجواز، ولا هتعرف تنجح في الشغل، ولا حتى في حياتك، ولا برضه هتعرف تحافظ على الصلاة نهائي. تعريفه ايه بقى عشان نعرفه؟ انك تقوم، موضوع بسيط، انك تقوم باللي عليك وتعمله في وقته من غير تسويف، بس كده والله، فقط لا غير. مش هتفرق بقى بتحب الحاجة دي ولا لا. ضبط النفس هو انك ما تختارش ايه اللي سهل وممتع وتعمله بس، لانه ده هيخليك تيجي على حساب الحاجة الضرورية والمهمة وتأثر فيها او حتى ما تعملهاش بالاساس. لما تعمل حاجة ممتعة ليك ده أكيد هيبسطك، بس سعادة من نوع مزيف، لذة مؤقتة ومزيفة كده، هتسبب لك الإحباط آخر اليوم، وده لأنك فوتت الأهم وما عملتوش. لو بقى عملت الصح أو الحاجة المهمة، ممكن عشان أكون صريح تحس بتعب، وده أكيد وأنت بتعملها وقتها، لكن نهاية اليوم بقى هتحس برضا وسكينة وسعادة من قلبك كده ملهاش مثيل. الموضوع باختصار، تستمتع بأنتخى وكسل لمدة ساعة وباقي اليوم إحباط ويأس، ولا تعب ساعة وباقي اليوم راحة وهنا؟ الموضوع كله باختيارك، انت حر يا معلم. في حاجة كمان عايز أعرفها لك، الانضباط والالتزام تمنه أقل بكتير من تمن الندم. لو عايز تفهم قصدي من ناحية الصلاة، اقف كده عند أي مسجد قريب منك بعد صلاة العشاء واسأل أي حد تعرفه طالع منه عن شعوره، اسأله كده عن إحساسه بشكل عام. وتخيل برضو بعيد عن موضوع الصلاة، اسأل أي حد حط لنفسه هدف والتزم بيه وبالصعوبات اللي واجهها لحد ما حققه. كل يوم في حياتك، خليك عارف إن كل يوم في حياتك أنت بتكون قدام آلاف الاختيارات إنك تعملها في اليوم ده. اللي بتختاره هو اللي بيشكل يومك، ويوم على يوم حياتك هتتشكل، وطبعا اللي بتختاره بيشكل شخصيتك ومصيرك ايا كان هدفك في الحياة. مفيش يوم واحد في حياتك مش مهم على الاطلاق، لانه زي ما اتفقنا اي حاجة انت بتعملها في يومك هي اللي بتشكل حياتك وهي اللي بتشكل بكرة. كل ما تختار انت بنفسك انك تعمل حاجة مهمة ايا كانت الظروف، كل ما شخصيتك بقت اقوى، كل ما قدرت تتحكم في نفسك اكتر، وبالتالي توصل لهدفك مهما كان، ولو برضو ما وصلتلهوش، لانه النتائج دي بتاعت ربنا، وده اللي كتير مننا بييأسوا وينكسروا او يستسلموا. لو جم يعملوا حاجة وما لقوش نتائج يروحوا يجيلهم احباط، يبطلوا ويشوفوا ان هم فاشلين. ابدا، النتائج دي بتاعت ربنا. اهم حاجة تعمل اللي عليك، واللي بتعمله ده طبعا يكون الصح واحد، لانه ده الحل الوحيد عشان توصل لهدفك. 2، لانه في الاخر هتتسأل عن وقتك وعن اي حاجة انت اخترتها وهتتحاسب عليها. مش بس كده، على فكرة كله بيحاسب على اللي بيختاره في الدنيا والاخرة، مش الاخرة بس زي ما في ناس فاكرة. المهم،
في المقابل كل ما تتجاهل أي حاجة ضرورية في حياتك، خليك عارف إن كل ما هتضعف شخصيتك وكل ما هتلاقي نفسك بتمشي ورا سراب بمعنى الكلمة. ممكن تكون ساعتها مبسوط وعال العال، لكن خليك واثق 1000000% إنك هتكتشف إنه كان سراب في يوم من الأيام. أبشر، أنت تقدر تنمي مهارة ضبط النفس دي. ضبط النفس ده مش قدرة خارقة أو حكر على ناس معينة بس، أبدا. تقدر بعد ما تحطها هدف إنك تخلي أي حاجة عايزها ولو كانت صعبة جدا إنها تبقى عادة يومية أنت بتعملها. خد مثال كده وبص على سباق الموتوسيكلات، هتلاقيها بتطير وفي نفس الوقت بيعرفوا يتحكموا فيها بطريقة مذهلة، وأنت مصدوم كده منها، إزاي بيعرفوا يتحكموا فيها كده بالقوة دي؟ أوعى تقول الموضوع سهل أو بسيط. اللي لازم تعرفه ساعتها ان دول حاولوا 100 مرة ووقعوا 100 مرة لحد ما وصلوا للي انت شايفه ده. الموضوع بالظبط زي اللي قليل لما تفوتهم صلاة بتكون فاكر انهم مش بيجاهدوا نفسهم عشان يصلوا، لكن اللي ما تعرفوش انهم قضوا وقت ومجهود كبير جدا في مواجهة الكسل والاعذار الكذابة كل يوم وكل صلاة قبل كل صلاة لحد ما نفسهم استقامت وبقى ضبط النفس ده بالنسبة لهم عادة وجزء من شخصيتهم، بيعملوا أي حاجة من غير مجهود باستخدام ضبط النفس. تقدر تنمي المهارة دي كل يوم عن طريق إنك ترفض أي أعذار، ارفض أي عذر أيا كان إيه هو، وتخلي عندك التزام إنك تقوم باللي المفروض تعمله أيا كانت حالتك أو مودك ناحية الموضوع ده. ما تقلقش، أكيد مش هتحس بربع الملل اللي بتحسه لما ما تعملهوش، والله العظيم هتحس برضا وسعادة وسلام نفسي عمرك ما حسيتهم في حياتك. في مبدأ كده هيساعدك في علم النفس اسمه non-negotiable mind. يعني ايه؟ يعني ما تشاورش عقلك. الناجحين في أي مجال في الحياة بيعملوا اللي بيوصلهم لأهدافهم من غير ما يشاوروا عقلهم، من غير ما يفكروا يعملوه ولا لأ، بيعملوا على طول. يعني ما تقولش مثلا هصلي لما اخلص شغل، هستنى اخلص اكل واصلي، لسه هقلع الشوز يا عم عشان اصلي لما اروح اصلي وخلاص. ما تشاورش عقلك، انت كده بتكذب عليه وبتخليه يسيب الصلاة بس بالتدريج. الدراسات اثبتت ان مشاورة العقل في اي حاجة انت عايز تنجزها بتاخد مجهود وطاقة اكبر بكتير جدا من الطاقة اللي بتستهلكها لما تعمل اي حاجة. لما تسمع الاذان ادي امر لعقلك انه يسكت وما يفكرش، روح اتوضى على طول وصلي. بعديها لا هتحس بكسل ولا بحزن ولا هيحصل لك حاجة خالص، بالعكس انت هتكسب كتير جدا بعملتك دي. تعالوا نتكلم عن مبدأ تاني في علم النفس اسمه reference point، يعني النقطة المرجعية. النقطة المرجعية هو حدث او فعل نجحت انت فيه تحت ظروف استثنائية او صعبة. لما تمر انت بنفس الفعل او الحدث ده ارجع للحدث القديم ده واستخدمه كنقطة مرجعية عشان يكون حافز ودافع ليك. يعني ايه الكلام ده يا عم عمار؟ هقولك. في يوم برد جدا كده رجع الشيخ من شغله تعبان وما كانش نايم كويس لما سمع صوت أذان الفجر، راح غاصب على نفسه قايم متوضي ونزل المسجد وصلى. طبعا برودة الجو وقلة النوم والتعب كانت ظروف صعبة جدا وكفيلة انها تضيع الصلاة على الشيخ، لكنه اتغلب عليها باللي هو عمله. لما يبقى في نفس الموقف ده بقى هيفتكر اليوم ده ويفكر نفسه انه قدر يقوم ساعتها، وده هيخلي عنده حجة قوية جدا انه ما ينخدعش بوسوسة الشيطان ويكسل تاني. الموضوع شبه بالظبط لما تكون عايز برضو تنجح في أي حاجة أنت عايز توصل لها. خد نقطة مرجعية في ظرف صعب أنت مريت بيه وأنت بتسعى للحاجة دي وتغلبت ساعتها على الكسل والظروف اللي عديت بيها وكمل. آخر حاجة هتكلم عليها معاكو هي عبارة أنا مش بس بحبها، أنا بعشقها. العبارة اسمها هذا الوقت سيمضي. لما تصلي وانت تعبان او تعمل اي حاجة وانت تعبان ومش قادر لا نفسيا ولا جسديا انك تعملها، افتكر الجملة دي، والله العظيم هتلاقيها زي الشاور كده بتغسل اي حزن فيك او حتى تعب وهتهون عليك فوق ما تتخيل. هتحسها زي طبطبة كده من ربنا عليك بمعنى الكلمة. الصبر بس، والله الرائع في الموضوع انه الوقت ده مش هيطول،
والأروع بقى كمان إنه قبل ما يعدي الوقت ده هتكون شخص مختلف بكتير وأحسن. اوعى تفتكر إن مجاهدة النفس دي هتدوم أبدا، هي بس فلترة كده، تفلتر اللي يستحق واللي ما يستحقش في الدنيا أو في الآخرة طبعا. واوعى تتغر أو تتفتن بالسعادات المزيفة والمظاهر الكذابة. مفيش أضعف من هرم مبني بالمقلوب، ومفيش أقوى من هرم مبني صح وأساساته تخليه يفضل مكانه آلاف السنين، ده إذا ما كانش لحد يوم القيامة. كده احنا وصلنا لصفحة رقم 60، مكملين مع بعض بإذن الله.